بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد الدردير رضي الله عنه في أدلته. وما زلنا في صلاة المريض وأحوال المريض في الصلاة، قد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: والقادر على القيام فقط أو مع الركوع والسجود منه، ومع الجلوس أو مع السجود منه، وحسب عمامته، فإن سجد على أنفه صح، وإن قدر على الجميع إلا أنه إن سجد لا ينهض، صلى ركعة وتمم من جلوس. هنا طبعا حكم من يقدر على القيام فقط ولا يستطيع الركوع ولا السجود. زي مين؟ اللي بيعمل عملية في عين، اللي بيعمل العملية البيضاء في العين، كذلك اللي بيعمل عملية في الظهر، ده يقدر على القيام لكن ما يقدرش يركع ولا يسجد، اللي هو انحناء الظهر ده، لأنه ممنوع إنه يعني رأسه تكون إلى أسفل، إما للظهر أو للعين أو أي عملية أخرى، أو في كسور مثلا في جسمه يقدر يقف لكن لا يستطيع الركوع والسجود. يبقى ماذا يصنع؟ ما يجوزلوش ده الجلوس، لا، يصلي قائما وعند الركوع يقول الله سمع الله، ثم يجلس ويومي للسجود من جلوس، يجلس هكذا الله أكبر، أو يجلس على الكرسي، يجلس على الكرسي. هل يضع شيئا؟ في بعض الناس يجيب مثلا يهندس هو الكرسي، يجيب مثلا ترابيزة يحط عليها مخدة، أو يسجد على الترابيزة، أو يسجد على كرسي. طب مين قال لك كده؟ يقول لك أنا عايز أسجد. السجود لا يكون إلا على الأرض، لأن ده كله إيمان، كل ده إيمان، لا يسمى سجودا، يعني إنسان لو سجد على وسادة أو على كرسي هو مؤمن، لأن السجود لا يكون إلا بوضع الجبهة على الأرض، وده حدث في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر كما روى الطبراني في الجامع الكبير قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا او مريضا وهو يصلي وانا معه، سيدنا عبد الله بن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي الرجل يعني على عود، على عود يعني يقول حاطط خشبه يضع راسه عليه، فالنبي عليه الصلاه والسلام اومى اليه، يعني اشار اليه ده مثلا انه يشيل العود، يعني يومى فقط. قال: واخذ وساده، يعني بدل ما يومى على كان الخشبه صغيره، فهو فكر ان النبي عليه الصلاه والسلام انه الخشبه صغيره عود يعني ما ينفعش السجود عليها، فطرح العود لما أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ وسادة ووضعها مكان العود وسجد عليه. فقال له عليه الصلاة والسلام: دعها عنك. دع الوسادة يعني، دعها يعني اتركها، إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هذا تعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والحديث صحيح موجود عند الطبراني وعند البزار بسند صحيح. هو بعض الناس يجيب يصلي على كرسي ويحط كرسي عالي عشان ايه؟ يسجد عليه. أو يحط الستين يقول لك أنا إيه؟ أدي لما صلى أهو وحاطط وسادة واتنين أول ما يسجد عليه. وكله إيماء برضه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار للرجل إنه إيه؟ يطرح العود ويطرح الوسادة. قال دعها عنك يعني النساء وأومئ إيماء. شوف التخفيف، هذا تخفيف الله. ها تخفيف وتيسير. وأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من يعني مثلا أومئ الله أكبر للركوع سمع الله للسجود الله أكبر الله كله إيماء. حتى لو جبت خشبة أو جبت كرسي عالي أو جبت وسايد وقعدت ترص وسادة واثنين وثلاثة لغاية ما إيه حطيت جنبها لا يسمى سجودا، لا يسمى سجودا، لأن السجود الشرعي هو وضع الجبهة على الأرض وتمكين الجبهة مستحب كمان، ويستحب تمكين الجبهة من الإيه؟ من الأرض. وأنت ما فيش الكلام ده، أنت مهم على أي حال. بناء عليه بس يبطل على الصلاة. نعم؟ يبطلش الصلاة سجود على الصلاة. لا ما يبطلش، بس هو يعني تكليف بما لا يطاق يعني ففوق الطاقة. لأن يعني المريض الإيماء أخف له من أن يفعل ذلك. يعني كأنه يتكلف السجود وليس سجودا. وذلك بأنه دعها عنك. زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عمار سيدنا عمار بن ياسر لما أصابته جنابة وأخذ يتمرع يعني قاصد إيه؟ قاصد التيمم على الغسل. قاعد يتمرن بدل الايه؟ بدل التنس. قال له اما كان يكفيك الوجه والكفان اساسا؟ نعم. يعني برضه يعني التيمم في الحدث الاصغر كلام، لكن هو قسى قسى على الغسل من الجنين. ولذلك التعبد لله لا يكون إلا بالشرع المنطوق لا بما يوافق العقول كما قال الشيخ الصفتي المالكي. التقرب إلى الله لا يكون إلا بالشرع المنطوق لا بما يوافق العقول. ممنوع أن الإنسان يخترع شيء في العبادة لم يرد في الشرع. المفروض يسأل، خصوصا المريض بالذات، يعني لما حد يخش عند مثلا من اهل العلم يسال كيف اصلي؟ انا وضعي هكذا مثلا، ماذا اصنع؟ يقول له في الوضوء في الطهاره تعمل كذا، في الوضوء تعمل كذا، في الصلاه تفعل كذا. يعلم، لانه محتاج لفقه الطهاره وهو مريض، ومحتاج لفقه الوضوء والغسل، ومحتاج لفقه الصلاه. ويقول له ده يخص الايه؟ المريض. فلازم يكون عنده علم بيه، والا لو اخطا لا يعذر بالجهل. يعني لو تصرف العلم في الطهاره او في الوضوء او في الغسل او في الصلاه وقال من عندي يبقى صلاته ايه؟ باطله. قال ولا يجوز له ان يضطجع ويومئ لهما من اضطجاع فإن اضطجع بطلت. يعني اللي يقدر يصلي قائما ويومئ للركوع من قيام ويجلس ويومئ للسجود من جلوس واضطجع على جنبه الأيمن أو الأيسر أو الظهر صلاته إيه؟ باطلة.
ولا يجوز له أن يضطجع ويومئ لهما من اضطجاعه، فإن اضطجع بطلت. لأن الفرض لا يسقط إلا عند العجز عنه، وسقط يعني عجز عن الركوع سقط الركوع، عجز عن السجود سقط عنه، لكن القيام يسقط ليه؟ ما يسقطش، لأنه قادر أن يقوم، يبقى لا يجلس ولا يضطجع، إلا إذا لحقته مشقة فادحة من القيام. يعني يقول له برضه القيام بيتعب مش قادر، خلاص يقول اجلس. اجلس ويصلي بالإيماء برضه، لأنه سقط عنه الركوع والسجود، هيومئ بالركوع والسجود من قيام من جلوس من جلوس. ده إذا لحقته المشقة الفادحة. لو كان داخل الجامع من بره على رجليه بالمشقه يكبر واقف على رجليه على برضه عشان المشقه. لو كان ايه؟ داخل من بره على رجليه يعني داخل، بس عنده مشقه شديده، داخل بصعوبه. ايوه، ما هو الداخل الذي يدخل ماشيا لكن يعجز عن القيام من شده الخشونه في رجليه، او عنده مرض في الاعصاب، التهاب شديد في الاعصاب، ما يقدرش يقوم. انما المشي خفيف عليه يقدر يمشي، لكن المشكله فين؟ في الوقوف. يعني في ناس انا امشي كيلو 2 كيلو، لكن الوقوف ما اقدرش اقف دقيقه واحده. بعدين هم العلماء يقولون ايه؟ الضرورات احنا والضروره تقدر بقدرها، وكل انسان موكول الى ضميره في تقدير ضرورته. يعني ما تاخدش الفتوى هنا من مجلس العلم ويقول سمعنا في مجلس العلم كذا وكذا. لكن انت ادرى بالضروره. يعني هل تستطيع القيام او لا تستطيع؟ انت الحاكم على نفسك مش الفتوى. الفتوى تعلمك بس، لكن دي ضرورات انت المسؤول عنها. يعني ممكن واحد يبقى ما عندوش دوخه ويقول لك انا بدوخ. في ناس تقول كده، يعني كانه ايه؟ يتصنع المرض او يدعيه عشان هو عايز يصلي جالس. انت بتشوف شباب يعني ما شاء الله نشيط ويجي يجري بس ويصلي، ما ده الله اعلم. لكن هو بيصلي من غير فقه، لانه تلقاه جالس يقول الله اكبر. ما انت جاي تجي من البيت كيف يعني؟ مش قادر يعني تكبر وانت واقف ازاي؟ هو كده دليل على انه بيصلي من غير فقه. يعني برضو وجود يعني الكراسي والدكك في المساجد برضه يعني سهلت على الناس الادعاء في المرض. نعم. يعني في الاول ما كانش فيه هذا الكلام، لكن هي الان انتشرت الدكك يعني في المساجد. لكن لابد من الفقه، يعني متى تجلس ومتى لا تجلس. الصلاة كلها أركان، شوف 14 ركن، كل ركن لا يسقط إلا بالعجز عنه. مين اللي قدر العجز؟ المصلي، مش الفتوى. ما نقولش سمعنا، لا، أنت تفتي نفسك وتقدر ضرورتك. القرآن قال فمن اضطر، الكلام موجه له، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يسمع. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور. والقادر على القيام مع الجلوس أو مأل ركوعه من القيام وأو مأل السجود منه أي
من الجلوس فإن خالف في محلها. وإذا أومى للسجود من قيام أو جلوس حسر أي رفع عمامته عن جبهته وجوبا، بحيث لو سجد لأمكن وضع جبهته بالأرض أو بما اتصل بها من فرش ونحوه. يعني حتى عند الإيماء اللي هيصلي بالإيماء ما يعملش العمة كده، فلو العمة يعني واحد لافف عمة بطبقات كثيرة وهيصلي بالإيماء برضه يحسب بإيه؟ العمامة، بحيث الجبهة دي تبقى إيه؟ يعني بحيث لو وضعها على الأرض يبقى تباشر الأرض مباشرة. ليه؟ لأنه الإيماء بدل السجود فياخذ حكم، فما يومكش والجبهة إيه؟ عليها مانع من السجود. لا، لأن ده هو ده سجود، يبقى ياخذ نفس الحكم. فلو فيه طيات كثيرة على الجبهة يبقى الإيماء باطل والصلاة باطل. فإن سجد من حقه الإيمان بالسجود لبروح في جبهته مثلا على أنفه صح، لأنه أتى بما في طاقته من الإيمان، وحقيقته السجود وحقيقة السجود وضع الجبهة على الأرض، وقيل لا تصح لأنه لم يأتي بإيماء ولا سجود. يعني السجود على الأنف، يعني واحد عنده مثلا جرح في جبهته يمنعه من الوضع في الأرض، أو عنده قروح يعني دمامل هنا برضه ما يقدرش يضع جبهته على الأرض، فقال فسجد على أنفه، يعني وضع الأنف والجبهة مرفوعة. فقال يعني صح، قال لأنه أتى بالإيماء وزيادة أو أتى بما قدر عليه. لكن في قول ثاني يقول انها باطل. ليه؟ بل لانه ليس ايماء ولا سجودا، لان الصوره مش صوره ايه؟ ليس صوره ايماء ولا صوره سجود، ما فيش سجود على الانف، لان حقيقه السجود وضع الجبهه على الارض، ويستحب التمكين او السجود وضع أيسر جزء على الأرض، أيسر جزء من الجبهة على الأرض. يعني لو وضع الجنب ده أو الجنب ده أو الجنب الأعلى كل ده جائز، أيسر جزء لو وضعه على الأرض صح. فإن تعذر، لأن هو الفرض، إن تعذر وضعه على الأرض يبقى الإيمان. فلو تحامل وضع الأنف يبقى فيه خلاف، يبقى الأفضل أنه يفعل ما لا خلاف فيه وهو الإيمان، ما دام الجبهة إيه؟ يعني فيها ألم. وإن قدر المصلي على الجميع أي جميع الأركان إلا أنه إن سجد بعد أن كبر وقرأ الفاتحة قائما وركع ورفع منه لا ينهض، أي لا يقدر على القيام، صلى ركعة بسجدتيها وهي الأولى من قيام وتم صلاته من جلوس. أحيانا واحد فعلا احنا رأينا بعض الناس هكذا، يعني احيانا واحد مثلا جسمه جامد او في الم في الظهر او في الرجل او يمنعه من النهوض مره اخرى، يعني صلى الركعه الاولى تكبيره الاحرام والفاتحه والسوره وركع وسجد وجلس لكن لا يقدر على القيام، الناس البذيلة جدا، او فيه ألم يمنعهم من الايه؟ من القيام. يبقى ده يصلي باقي الصلاة وهو جالس.
بمعنى أنه يتربع إن أمكن، يتربع في أثناء الفاتحة والسورة ويركع ويرفع، ثم يغير الهيئة ويسجد كالسجود المعتاد والجلوس المعتاد. لأن كل ده داخل تحت قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وإن لم يقدر على شيء من الأركان، دي آخر مرحلة، إلا على نية فقط بأن ينوي الدخول في الصلاة ويستحضرها بقلبه. فإن قدر مع ذلك على السلام سلم، لو قدر على النية مع إيماء بطرف، أي ولو بطرف، وجبت الصلاة بما قدر عليه وسقط عنه غير مقدوره، ولا يؤخرها عن وقتها بما قدر عليه ما كان المكلف في عقله. دي آخر مرحلة طبعا في الصلاة، أن هو إيه؟ يقدر على النية، يقدر على النية فقط، يعني لا يقدر على رفع اليدين ولا القراءة باللسان ولا الإيماء بالرأس زي المطروح كده ايه؟ ولا جنب ايمن ولا ايسر، هو مستلقي على ظهره ورجلاه من القبل فقط. يبقى قال يجري الصلاه على قلب، يعني ينوي الدخول في صلاه الظهر مثلا، ويجري القراءه على قلبه، ان قدر يقرا يقرا، ما قدرش يجريها على ايه؟ على قلبه. ويؤمن بطرف، يعني بالعين او بالاصبع، يعني في الركوع يعمل كده، في الرفع يعمل كده، في السجود هكذا برضه، يعني ويسبح ان استطاع، ما استطاعش يبقى ايه؟ هيعمل باصبعه او بعينه، او بعينه. وكل ده لا يؤخر الصلاه، يعني مجرد الاذان يبدأ في الصلاة. طبعا ده هيتيمم، يتيمم. طيب بالنسبة لاستقبال القبلة للمريض، طبعا إذا أمكن الاستقبال وجب، يعني ده بيقدر على الاستقبال يستقبل، لكن أحيانا لا يستطيع الاستقبال، يعني هو مطروح على ظهره. في المستشفيات بتبقى فيه أسرة، يعني في مكانها، وأجهزة مركبة فيها، فلا يمكن تحويلها جهة الإيه؟ القبلة، يعني هي هكذا. وأحيانا تبقى ملصقة في الحائط مسمرة. ليه؟ لوجود أجهزة، أجهزة خاصة بالسرير، يعني ما ينفعش تحول السرير يمين ولا شمال. فالعلماء برضو ذكروا هذا، قالوا يعني فإن لم يقدر على الاستقبال يصلي على الجهة التي هو عليها ويسقط عنه الايه؟ الاستقبال. لأنه برضه الاستقبال القبلة عند القدرة، فإن عجز سقط. والقاعدة الفقهية إذا تعذر الأمر سقط، والمشقة تجذب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. كل دي قواعد يعني تدخل معنا في صلاة المريض، قواعد الإنسان يحفظها، كله داخل تحت وما جعل عليكم في الدين الحرج. الحرج معنى الضيق، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،
يريد الله أن يخف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. طيب بالنسبة لمسألة الإغماء وغياب العقل، الإغماء وغياب العقل دي برضه من ضمن المسائل اللي هي إيه تعرض للمرضى عشان البنج. فبالنسبة للبنج يعني الإنسان لو أخذ بنج من قبل الظهر إلى ما بعد المغرب لم يستفق إلا بعد المغرب. عندنا في مذهب الإمام مالك إذا غاب الوقت كله يسقط، تسقط الصلاة. لا قضاء عليه. نعم. لا قضاء عليه. أيوه أيوه. ليه؟ لغياب العقل. سواء كان مغمى عليه أو واخد بنج. وبعض العلماء قال لا البنج يأخذ حكم السكر. يعني إيه؟ لأنه أدخله على نفسه. بعض العلماء قال هذا. لكن هو طبعا أخذ البنج مثلا لإجراء عملي، ما أخذوش يعني مفيش حد هياخد بنج عشان يغيب مثلا. زي السكران يعني. في فارق يعني بين السكران. لكن هو ياخد حكم المغمى عليه. حكم إيه؟ المغمى عليه. لكن عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه قال إذا يعني استمر البنج هذا خمسة أوقات أو استمر الإغماء خمسة أوقات. إذا استمر خمسة أوقات يقضي. إذا كان دخل في السادسة الصلاة السادسة يعني يبقى لا يقضي. لكن عندنا إحنا في مذهب الإمام مالك والجمهور يعني غير الحنفية الوقت اللي هو يعني الإنسان يغيب فيه وقته ينتهي الاختياري والضروري. يعني واحد خد بنج قبل المغرب وما فاقش من البنج الا بعد الفجر وسقط المغرب والعشاء. او خد بنج احيانا العمليات بتاخد 12 ساعه او اكثر. في عمليات بتاخد يعني ممكن من الفجر الى الفجر 24 وبياخد 12 ساعه وياخد مده ثانيه بعدها حتى يستفيق. ممكن يقعد 24 ساعة مغمى عليه. يعني عقله غائب في البنج. يبقى هنا في مذهب الإمام مالك الوقت اللي يستفيق فيه يعني لو أفاق قبل الفجر يبقى وجب المغرب والعشاء. أفاق قبل المغرب يبقى وجب الظهر والعصر. الوقت اللي يستفيق فيه واللي ينتهي يعني دخل العمليات قبل الفجر. خرج بعد الشمس يبقى الصبح سقط وهكذا. نعم. بالنسبة للمغمى عليه الشيخ هنا يعني ما ذكرش هذه المسألة لكن يعني تابعة لفقه المريض وخصوصا الآن طبعا البنج داخل معانا في الإيه؟ في عملية الإغماء وغياب الإغماء. طيب بالنسبة للجمع بين الصلاتين. الشيخ الدردير ذكرها في الجمع الجاية في باب الجمع. بالنسبة للمريض قال يجمع جمع سوري يعني يأخر الظهر إلى قبيل العصر عشان يتوضأ وضوء واحد. أو يتيمم مثلا ويصلي الظهر ويتيمم ويصلي العصر. يعني قبل العصر بعشر دقائق يتوضأ إن استطاع أو يتيمم إن ما قدرش على الوضوء ويصلي الظهر في آخر وقته الاختياري. بعديه على طول يصلي العصر. يسموه العلماء الجمع إيه؟ الصبح. بالنسبة للمغرب والعشاء يتوضأ للمغرب ويصلي العشاء بعد ثلثي ساعة بعد 40 دقيقة. لأن احنا عندنا في المالكية وقت المغرب ينتهي طبعا بفعله. مقدار فعله مقدار الطهارة والفعل انتهى وقت الايه؟ ويمتد الضرورة طبعا لغاية ايه؟ للفجر.
لكن وقت العشاء قال الشيخ التقدير الرام كما ذكرنا إذا لم يبقى في المغرب حمرة ولا صفرة فقد وجبت العشاء، ودي مقدرة بأربعين دقيقة. واحد يقول مثلا طب احنا ما بنأذنش إلا بعد ظهور النجوم واختلاط الظلام، ده مذهب الإمام أبي حنيفة، اشترط غياب الشفق الأبيض وظهور النجوم. لكن عندنا في مذهب الإمام مالك إذا لم يبقى في المغرب حمرة ولا صفرة وجبت الإيه؟ العشاء. يعني ممكن لو هيتوضى المريض ويصلي المغرب بعد 40 دقيقة يصلي العشاء وصلاة صحيحة. يعني المغرب بيأذن على 5 إلا 5 مثلا، مش كده؟ تقريبا يعني 5 إلا 5، يبقى الساعة 5:30 و5 يصلي العشاء وصلاة صحيحة. نعم. لا والصحيح بس الصحيح يعني الافضل له ان يصلي العشاء في جماعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعه فكان قام نصف الليل. لكن لو جماعه مثلا في مكان مش هيروحوا المسجد وهيصلوا في الغيط مثلا او في اي مكان، واحب الصلاه مثلا الان يصلي لانه دخل وقت العشاء، الشيخ قال فقد وجبت العشاء. هو الشيخ الدردير بن معاذ قال من قلد عالما في قوله المعتبر عند اهل العلم لقي الله سالما. المهم ان فقه المريض يعني يحتاج الى سؤال دائما قبل الدخول في المساله، يعني قبل ان يفعل يسال، ولا تصرف من عنده لا في الطهاره ولا في الغسل ولا في الوضوء ولا في هيئات الصلاه ومراحلها. والا ممكن يصلي شهر وهو مريض ويجي يسال عيد الشهر كامل من الاول، الى انك انت مثلا جلست على الكرسي وصليت جالسا وانت يجب عليك ان تصلي ايه؟ قائما. وهذا ما يحدث في يعني عند سماع الفقه ده. يجي واحد يقول انت انا كنت مريض وفعلت كذا وكذا وكذا، هذه الصلاه باطله وتحتاج الى اعاده مره اخرى. يجب على الانسان ان قبل ان يدخل في فعل من الافعال خاصه في العبادات لابد ان يعلم حكم الله تعالى فيه، لان الله قال: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى اذا السؤال قبل العمل وليس السؤال بعد العمل. فمعظم الناس يعملون ثم يقول ما الحكم؟ عملنا كذا وكذا. طب ازاي؟ كيف؟ السؤال ما وجب العمل به وجب العلم به، يعني قبل أن يعمل، فإن خالف يبقى مقصر ولا يعذر إيه؟ بجهله. يقول طيب أنا أعيد شهر كامل، أعيد شهر، تعيد سنة كامل، لأن التقرب إلى الله بالشرع المنقول لا بالهوى والعقول. بعدين بالنسبة لقضاء الفوائد بالنسبة للمريض، يعني بعض المرضى مثلا يترك الصلاة 3 أيام، يترك أسبوعا شهرا، بعد كده مثلا ما يرضاش يصلي اليوم كاملا في وقت مثلا يعني الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يقول لك ايه، أصلي الصبح مع الصبح والظهر مع الظهر والعصر، وهو معتقد انه صلاة اليوم كامل 17 ركعة لا تصح يعني في الليل او في النهار. فكر كده انه لازم حتى التي
يعني تفوته صلاة من الصلوات الخمس لا يصليها إلا في اليوم الثاني مع أختها، يعني فاتته العشاء مثلا، نام عنها قبل العشاء واستيقظ مثلا بعد الفجر، ما يصليش العشاء إلا في اليوم الثاني مع العشاء الأخرى. مش عارف أنا طبعا من أين أتى بهذا العلم، لأن دي أصبحت قضاء، والعلماء يقولون الصلاة تقضى فورا. تقضى إيه؟ فورا. القضاء مبني على الفور، قضاء الصلاة بالذات مبني على الفور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة، حديث الموطأ، من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. ومن أدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك العشاء. ركعة واحدة قبل إيه؟ خروج الوقت. فما بالك بمن خرج وقتها آخرها 24 ساعة حتى يأتي الوقت الآخر. ده العلماء قالوا يعني الإنسان إذا ترك الصلاة كسلا وقضاها كان بقي اسم التأخير يستغفر الله تعالى منه. إذا فالذي يؤخر القضاء إلى الوقت الثاني إلى اليوم الثاني آثم، آثم بهذا التأخير. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الموطأ من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. لا، وأقم الصلاة لذكر فذلك وقتها، يعني الوقت الذي تتذكر فيه الصلاة تصلي الصلاة. لا، أنت كمان تركتها عمدا أو نمت عنها أو أخرتها عمدا في المرض، يبقى يجب عليه أن يشتغل بالقضاء فورا، مش يصلي وقت مع وقت. وقت مع وقت دي الواحد عليه سنين طويلة يصلي الوقت مع وقت، عشان يبقى عليه سنين مش يقدر يصلي السنين دي كلها في يوم واحد، عملية ترتيب فقط. لكن الصلوات هي سيرة الفوائد، خمسة أوقات، أربعة أوقات، ستة أوقات، بيصليها في الحال وجوبا، وإلا كل ما يأخر يأثم، كل ما يأخر يأثم، يقضي ويستغفر من الإثم. ويجب قضاء ما فاته منها ولو شكا فورا مطلقا ولو وقت نهي في غير مشكوكة إلا وقت الضرورة. ثم شرع يتكلم على وجوب قضاء الفوائد، والقضاء معناه استدراك ما خرج وقته. الأداء صلاة، يعني أداء الصلاة في وقتها الاختياري أو الضروري. أما القضاء استدراك ما خرج وقته، يعني الاختياري والضروري. فقال ويجب على المكلف قضاء ما فعل، قضاء أي فعل واستدراك ما فاته منها أي الصلاة بخروج وقته لغير جنون أو إغماء أو كفر أو حيض أو نفاس أو لفقد الطهرين. يعني من الذين يجب عليهم القضاء؟ الذي ترك الصلاة أو يعني لم يصليها كسلا أو نسيانا أو لنوم، لكن أصيب بجنون أو إغماء أو كفر والعياذ بالله، الردة، المرتد، يعني لو رجع إلى الإسلام يعني يسقط عنه كل شيء، حتى الصيام، أداء الصلاة، النذر،
يعني ما لم يرتد لأجل هذا والعياذ بالله ويعامل بنقيضه مقصود. طبعا الحاجة والنفساء معروفة أنها يعني لا تسكت عنها الصلاة أداء وقضاء كفاقد الطهورين، بل لتركها عمدا أو لنوم أو سهو أو نسيان. وكذا لو فعلها باطلا، زي المريض اللي بيصلي صلاة خطأ فعلها باطل، يعني جلس وليس من حقه الجلوس، أومى وليس من حقه الإيمان. وكذا لو فعلها باطلا لفقد ركن أو شرط، يعني حتى ولو على سبيل الشك، يعني فاتته الصلاة يقينا أو شكا، يعني لو شك هل صليت العشاء أو لم أصلي يبقى يجب عليه أن يصلي، قال لأن الذمة عامرة لا تبرأ إلا بيقين. شوف كلام أهل العلم. قال ولو شكا فأولى لمن فاتته تحقيقا أو ظنا، ويقضيها بنحو ما فاتته سفرية أو حضرية جهرية أو سرية فورا، ويحرم عليه تأخير القضاء مطلقا سفرا أو حضرا صحيحا أو مريضا وقت جواز، بل ولو وقت نهي. بالنسبة للقضاء، قضاء الصلوات كطلوع شمس وغروبها وأثناء خطبة الجمعة، خلي بالك من كلمة ويقضيها بنحو ما فاتته سفرية أو حضرية، دي مسألة برضه فيها خفض كثير جدا. طبعا الأصل في المسافر أن يصلي في الطريق، يصلي الظهر والعصر قصرا، هو طبعا لم يصلي وجاء هنا قبل المغرب في الوقت الضروري، ما دام قضي في الوقت الضروري يبقى خلاص كده الصلاة ايه اصبحت حضرية، لانه وصل في وقته. احيانا ايه واحد يصلي ركعتين ركعتين يقول لك اصل ايه فاتتني في السفر، عشان هو مش عارف الوقت الاختياري والوقت الضروري ومتى يعني الصلاة ينتهي وقتها ومتى ما ينتهيش مش عارف. هو جاي يقول لك انا جاي من مصر فراح مصلي ركعتين وجاء. واحيانا مثلا يصل بعد المغرب ويصلي اربعة واربعة، مع انه طبعا معاه الرخصة، يعني هي فاتته في السفر المغرب الظهر والعصر وهو وصل بعد المغرب، يبقى الوقت الاختياري والضروري انتهى، يبقى فاتته سفرية يصلي ركعتين ركعتين. كذلك وصل بعد الفجر يبقى يصلي المغرب والعشاء بعده قصرا، ما دام وصل بعد الفجر، المغرب ثلاثة والعشاء اثنين، لكن وصل قبل الفجر يبقى يصلي ثلاثة وأربعة لأنه العشاء وصل في وقتها، وصل في وقت العشاء. هذه معنى كلام الشيخ ويقضيها بنحو ما فاتته سفرية أو حضرية جهرية أو سرية. برضو بعض الناس بيصلي سرا في القضاء، مثلا بيصلي بعد الشمس أو يصلي مثلا بعد الشمس سر، ليه؟ يقول لك الجهل ده لما يصلي حاضر او يصلي قبل الشمس. شوف الهندسه، هندسه في العلم عجيبه. طب انت من قال لك هذا؟ هي كده في حاجه في العلم اسمها هي كده، يعني لا قراتها ولا سمعتها. واحيانا ليه مثلا ما يصليش الصبح في جماعه، مثلا الناس صلوا وجود جماعة قبل الشمس، الشمس بعشر دقائق أو
نصف ساعة، ما دام خرج الجماعة الصبح كل واحد يصلي واحد، تلاقي البيضة فيها 10 15 واحد توضأوا، مفيش واحد يقول للثاني تعال صلي الجماعة. معتقد أن الجماعة الأولى فقط هي المشروعة، وما دام جينا بعد الجماعة ما فيش جماعة ثانية، خصوصا في الصبح بالذات تلاقي كل ميضاءات المساجد مليانة ناس بتصلي قبل طلوع الشمس، يصلي السنة ويصلي الوحدة الفرض. سبحان الله، ما فيش واحد يقول تعالى نصلي جماعة وصلي بينا جماعة، معتقد انه لا تصح. وكمان تلاقي اللي بيصلي سرا، يصلي الصبح سرا، فين سنة الجهر؟ سنة الجهر دي لو نقصت الإنسان بيزود لها إيه؟ قبل السنة، لكن ده تاركها جهلا، يعني عمدا عمدا جهلا. طب ويجوز يصلي جماعة بعد في الكرم؟ نعم، يجوز يصلي جماعة بعد الشمس؟ بعد طلوع الشمس يصلوا جماعة؟ الجماعة مشروعة في القضاء وفي الأداء. الله يفتح عليك. هنا بس العلماء عندنا في المالكية نقبلوا على شيء، يعني لو واحد بيصلي قبل طلوع الشمس أدرك ركعة، وفي الركعة الثانية طلعت عليه الشمس، لا يجوز الاقتداء به عندنا في المالكية. ليه؟ لأن الذي أدرك قبل طلوع الشمس مؤدي للصلاة، أما الذي جاء بعد طلوع الشمس قاضي يقضي الصلاة. عندنا لابد من اتحاد صفة الصلاة بين الإمام والمأموم، ذات الصلاة وصفة الصلاة ووقت الصلاة، هنا صفة الصلاة مختلفة، ده بيقضي المأموم والإمام يؤدي، يبقى لا ينفعش إلا إذا أدركوا الإسنان ركعة قبل طلوع الشمس يجوز إيه؟ أن يصلوا جماعة. بعدين القضاء ليس له وقت، القضاء ليس له وقت، يعني يصلي في طلوع الشمس وغروب الشمس أثناء خطبة الجمعة وبعد العصر وبعد العصر وبعد الصبح. دي برضه دي نقطة مهمة الناس يجهلونها. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون.